أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم. الحقيقة واحد من الأسواق اللي بيشهد اضطرابات واسعة جدا في الأسعار هو سوق السيارات في مصر، وده أكيد ليه أسباب. يعني الزيادة الكبيرة والمتتالية في أسعار السيارات في مصر بالتأكيد ليه أسباب. أسبابه إيه؟ ممكن تكون الأسعار المتزايدة والمتتالية لباقي المنتجات، ده رقم واحد. رقم اتنين، الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم في العالم كله مش عندنا بس في مصر. كمان تراجع قيمة العملة الوطنية، وكمان تقليص فاتورة الاستيراد، لأنه مكونات السيارة اللي بتتجمع في مصر هي بتكون مستوردة من الخارج، فبالتالي لما هنعمل تقليص لفاتورة الاستيراد بيتم تقليص أشياء كتيرة جدا من السيارة، وده بيزيد أو بيخلي سعرها يرتفع بشكل ملحوظ جدا. بس الفكرة هنا مش في وضع سوق السيارات أو وضع الأسعار دلوقتي، الفكرة فيما بعد. هل هيستمر أسعار أو هل هتستمر أسعار السيارات في تزايد وتصاعد، ولا هيتم سيطرة على هذه الأزمة؟ هل الأسعار هتفضل تعلى وتزيد، ولا هيتم التدخل من قبل الدولة عشان يتم السيطرة على هذه الأزمة؟ كل ده هنعرفه، كل ده هنسأله مع ضيفنا اللي هيكون معانا عبر الهاتف دلوقتي، المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين. يا باشمهندس بنرحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا بيك، صباح النور عليك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. كنت لسه دلوقتي بتكلم عن صناعة السيارات، وبتكلم عن سوق السيارات في مصر، وقد ايه انه الاسعار بقت اسعار خيالية واسعار فلكية، وما بقاش في قيمة مقابل سعر. يعني بتلاقي قيمة قليلة جدا وسعرها عالي جدا، وده الموجود، ده المتاح، ده المعروض. فعايز أسأل حضرتك يعني في البداية، إزاي بتشوف اهتمام الدولة المصرية بصناعة مهمة زي صناعة السيارات؟ مبدئيا صناعة السيارات هي قاطرة التنمية بالنسبة للشعوب، وخاصة شعوب العالم الثالث، وشفنا طفرة غير مسبوقة لدولة المغرب الشقيق إلى أن احتلت الآن المنصة رقم 5 عالميا في تصدير السيارات للاتحاد الأوروبي. اللي بنتكلم عليه في الجزئية والحقيقة التحليل اللي قلته في الأول ده تحليل يخص العالم، لكن عندما نتحدث عن مصر والسوق المصري في السيارات، هناك جشع يخرج عن كل هذه المعايير والمقاييس اللي حضرتك اتكلمت فيها، ولكن يوجد ما يعرف بالجشع. بمعنى أن العام الماضي عام 2022 زادت أسعار السيارات على مستوى العالم في حدود 22% للسيارات الكهربية و14% للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. 22% و14% بس ده عالميا. لما نيجي نبص على مصر نلاقي ان الاسعار بتزيد بنسبة 250% وعليهم اوفر برايس بيتراوح من 200 الى 600 الى 700 ألف جنيه، وهذا الكلام لا يحدث في العالم الا في فوضى السوق المصري اللي موجود عندنا. طب ده سببه ايه؟ سببه ايه يا باشمهندس؟ عدم وجود القانون وعدم تغليظ القانون وعدم يد وجود يد من الحديد تضرب على هذا الجشع والجشعين في هذا السوق. بمعنى احنا كنا بنشتغل في الخليج، ولما كانت بتحصل مشكلة زي كده السي بي اي او جهاز حماية المستهلك بتروح له المشكلة من عميل ما، بيوصل بالمشكلة للجهاز بيبعت للشركة المعينة او التوكيل المعين، بيجي له مندوب من الشركة او من التوكيل، بيبدأ يبحثوا مع بعض المشكلة. المشكلة لازم تتحل. يعني ايه لازم تتحل؟ يعني العميل لازم ياخد حقه، لو عنده حق ليه حق، لو التوكيل هو اللي ليه حق التوكيل بياخد حقه. لكن عندنا في مصر بنشوف ان لما بيحصل المفاوضات دي هات وخد ما بين العميل والسي بي اي جهاز حماية المستهلك والتوكيل وكلية الهندسة وفحص كلية الهندسة للمركبة وخلافه، وما وصلناش لحل، شيل كل الملف دخله على القضاء وخش بقى على القضاء بعد 20-30 سنة ان شاء الله نبقى نفكر ان ايه الموضوع يخلص. طبعا ده كلام مش مظبوط. لكن في دول الخليج بيحصل ايه؟ ان السي بي اي عنده يد قاطعة في الموضوع، شيل كذا اعمل كذا ادي للعميل كذا خلص الموضوع.
على طول خلص الموضوع. طب ما سمعش او لم يستجيب التوكيل والموزع، اقفل الوكالة لمدة اسبوع اثنين ثلاثة اربعة، وهينفذ التعليمات بتاعت السي بي اي، تعليمات جهاز حماية المستهلك، والعميل هياخد حقه تماما طالما ليه حق. يبقى احنا هنا سيبك بقى من التضخم وسيبك من كذا ومن كذا ومن كذا. كان العالم يعاني منذ فترة سنوات، بداية فيروس كورونا المستجد وبداية الحرب الأوكرانية مع روسيا وتأخر سلاسل إمداد وعدم وجود رقائق إلكترونية لصناعة السيارات، أدت إلى خفض معدلات إنتاج السيارات عالميا. هنجد هنا، طب إحنا لو بنتكلم على خفض معدلات الإنتاج عالميا، نجد أن الصين في 2021 أنتجت 26.4 مليون سيارة، في سنة 22 أنتجت 27.4 مليون سيارة. معنى ذلك أن الإنتاج عاد بشكل قوي جدا. هنجد على النقيض اليابان أنتجت في العام الماضي ما يقرب من 7.6 مليون سيارة. هذه الأعداد أعداد كبيرة جدا. بنجد على نفس الطريقة السيارات الكهربائية، ونجد إيلون ماسك مع تسلا على مستوى العالم، كانت الشركة يعني عندهم قلق والمساهمين لديهم القلق نتيجة لتصريحات إيلون ماسك ان 2024 هو ايه الان ان المبيعات هتقل. فالبورد اوف دايركتور والمساهمين كلهم عملوا اجتماع كبير جدا وقالوا ان احنا عندنا مفيش مشكلة عندنا خالص من ناحية الارباح، انزل بالاسعار لكن انتشر وبيع التوتال سيلز فوليوم. كل ما تبيع وكل ما كمية المبيعات بتاعتك ترتفع في السوق، رغم ان البروفيت مارجن او المكسب هيكون بسيط، لكن في الاخر هتجمع. عمل ايه السنه دي من شهر 1 يناير لغايه شهر 6 ايلون ماسك في المانيا؟ باع في المانيا سيارات كهربيه تجاوزت مرسيدس بنز، تجاوزت اودي، تجاوزت بي ام دبليو، في سبق رهيب للسياره تيسلا على مستوى العالم. يبقى هنا لما انت حضرتك عايز تنافس ممكن تنافس. طب ليه الدولة المصرية ما بتنافسش على حجمها ده؟ بتعاني الدولة المصرية نتيجة اقتصاد يبدو أنه ضعيف ويبدو أنه سوف يعود للتعافي تاني منذ ثورة 2011. هنتكلم على عدم تنفيذ الوزارة بعض الوزارات لمبادرات فخامة رئيس الدولة. بمعنى لدينا المبادرة الأولى لرئيس الدولة بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية بمكون محلي يبدأ من 40% ويصل إلى 60%. حتى الآن هذه المبادرة لم تؤتي ثمارها، وكانت هناك بعض الاتفاقيات، يعني الاسم أنها اتفاقيات ولكن أنها حبر على دون ورق. بمعنى أن وزير قطاع الأعمال تعاملت مع الشركة الصينية دونغفينغ في عبارة عن الفيديو كونفرنس واتفاقيات عبر الفيديو كونفرنس، وكان شكل يعني انها بعد 8 شهور فشلت هذه المفاوضات فشل ذريع، ولم تبدأ الدولة حتى الآن. وتسمع أو يدور في الأروقة الكلام حول إنتاج أول سيارة مصرية بسعر زهيد وخلافه. هذا الكلام يعني أنا كخبير في هذه الصناعة منذ 33 سنة بشوف إن الكلام ده طبعا لا، كلام ما ينفعش. يعني ما فيش النهاردة حضرتك عشان تعمل عربية عندك توتال اكسبنسز، عندك تكاليف معينه اساسيه. النهارده سعر الخام اللي حضرتك تشتغل بيه ايه، المان باور، العماله اللي هتشتغل بيها، المصنع اللي هتشتغل بيه، الاجهزه اللي هتشتغل بيها، التولز، الادوات اللي هتشتغل بيها. النهارده هذه الاشياء مكلفه بشكل كبير جدا. امتى التكلفه دي ما تظهرش؟ لما بشتغل على حاجه اسمها الماس برودكشن او الانتاج بالجمله، انتاج كبير عشان تقدر تعوض معاه فرق السعر ده. كل المكون الواحد بدل ما تجيب منه قطعه تجيب منه قطع كتير جدا فيوفر معاك في السعر. بالظبط. لو رجعنا بقى حاجه مهمه قوي عشان برضو المشاهد الكريم يبقى عارف، احنا كسوق مصري سوق ضعيف جدا يصل الى متدني. بمعنى نحن اخر 6 سنوات في مصر تقريبا متوسط المبيعات السوق المصري من السيارات بتتراوح ما بين 150 الى 160 الف سياره فقط لا غير. احنا كان احسن مبيعات عندنا في الدوله المصريه كانت مبيعات سنه 2010 لما وصلنا حجم المبيعات الى 300 الف سياره في السنه، وده بيعتبر عدد قليل جدا بالنسبه لعدد شعب او العدد المواطنين اللي بيصل الى 110
مليون نسمة، فده بيعتبر برضو إلى حد كبير. طب بتفسر بإيه يا باشمهندس يعني فكرة انسحاب قطاع كبير من المستهلكين من قطاع سوق السيارات؟ يعني هل ده أثر بشكل كبير جدا على ارتفاع أو على الأسعار وبالتالي خلاها ترتفع؟ فندم انا مش فاهم يعني مش فاهم السؤال اساسا، بس ثاني يعني كده عايز اقول لحضرتك انه في قطاع كبير من المستهلكين انقطع او يعني انسحب وخرج من قطاع سوق السيارات، فبالتالي ده حضرتك في لحظه حضرتك النهارده السواد الاعظم من الشعب المصري كله كان بيتكلم في العربيه 200 300 الف جنيه في الرينج ده عشان يقدر عشان يقدر يركب. النهارده حضرتك لما يجي واحد يعني غير متزن مثلا عقليا يحط عربية 128 وكاتب عليها 110 ألف جنيه، يبقى أكيد عندنا حاجة غلط في هذا السوق. مش ممكن تكون عربية ب 10,000 جنيه واحد ينزل عليها إعلان إنها ب 110 ألف جنيه، مش ممكن. هذا الكلام فوضى في السوق المصري، ولازم الدولة تضرب بيد من الحديد على الوكلاء والموزعين، لازم عشان السوق يرجع تاني. لكن حضرتك كنت تسأل في أول الحلقة هل السوق هيرجع تاني وينتظم والأسعار هتبدأ تنزل؟ أنا بقول لحضرتك لا، أنا مش شايف ده خالص. أنا مش شايف ده نهائي إن السوق هينتظم وهيرجع زي ما كان، لا طبعا. السوق كل يوم في ارتفاع. النهاردة حضرتك تعدي على معرض ما هتلاقي العربية بعشرة جنيه، بكرة تلاقيها بعشرة ونص، بعده تلاقيها بحداشر وهكذا. يبقى هنا مفيش التزام خالص. كل الشركات العالمية الستاندر بتاعها لما بتنتج عربية وتبيعها بتكسب فيها من 5 إلى 10%، بمعنى ان العربية دي على سبيل المثال كلفتك 100 دولار، حضرتك بتبيعها للمستهلك ب 110 دولار. تخيل حضرتك لو العربية دي جاية السوق المصري وهي متكلفتها 100 دولار وبتتباع ب 110، تيجي هنا مصر تتباع ب 250. مش ممكن، مستحيل. لما يكون صانع السيارة واللي عنده الفكر وعنده النو هاو وعنده المصنع وعنده كل حاجة بيكسب فيها 10% وحضرتك عايز تكسب فيها مثلا 150%، فطبعا ده الكلام يا دوب بيعرضها بس خالص. يعني ما بيتعبش في أي حاجة ما بيتعبش في أي حاجة نهائي إلا أنه حضرتك بس بيبيع العربية. طبعا ده كلام مش مظبوط نهائي. اللي احنا بنطمع فيه دلوقتي أن كل دول العالم المتقدم تشتغل النهاردة على الكهرباء، وانت عندك ميزة في مصر كبيرة، عندك شبكة قومية للطرق فتحت مناطق وفتحت مدن وعملت مناطق لوجستية بتشبه المناطق اللوجستية في جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. النهاردة حضرتك عندك شبكة كهرباء، النهاردة حضرتك بتولد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعني زيرو انبعاثات كربونية سامة، بتولد كهرباء من طاقة الرياح يعني زيرو انبعاثات كربونية سامة، وتحطها في العربية الكهرباء، العربية الكهرباء بتطلع انبعاثات بتساوي صفر انبعاثات كربونية سامة. ده بيعمل على ايه؟ ده بيعمل على وجود الاكسجين في الجو بشكل كبير جدا، خلي الانسان دايما متعافي، بيخلي النبات ينمو بشكل كويس جدا وفي وقته، فدي ميزة كبيرة جدا. غير لما حضرتك تكون في دول تانية بتولد الكهرباء بالغاز او بالبنزين او بالفحم، فده يعمل لك نسب كربونية وانبعاثات كربونية هائلة جدا تؤثر على صحة الإنسان وتؤثر على عدم نمو النبات في وقته. فأنت عندك ميزات كبيرة، أنت النهاردة تشتغل على طاقات متجددة، طاقة رياح، طاقة شمسية في بنبان عاصمة الشمس، وطاقة الرياح في راس غارب والزعفرانة، فحضرتك عندك ميزتين كبار جدا. ليه بقى ما تشتغلش على السيارات الكهربية؟ اشتغل على السيارات الكهربية مركبات كهربية خفيفة لغاية لما تبدأ تشتغل عليها كباسنجر كار، عربيات ركوب زي الناس اللي بتركبها في الشارع، SUV العربيات اللي تشبه العربيات الجيب وهكذا. خدها خطوة خطوة، ولكن يجب أن يكون هناك decision maker صانع قرار، ولازم لما حضرتك بنعمل القرار لازم نوظف له الناس المظبوطة، الرجل المناسب في المكان المناسب. ما جيبش مشروع هيشتغل سيارات واجيب واحد اساسا بيشتغل في اي حاجة تاني غير السيارات وامسكه المشروع، لا بالطبع ده كلام خاطئ. انا لازم اشتغل على الموضوع رجل مناسب في مكان مناسب، اديني تاسك معين في مدى زمني معين، وابدأ احاسب الناس وابدأ اقيس الكي بيرفورمانس انديكيتورز، معدلات قياس الاداء بتاعهم من ناحية الانتاجية، من ناحية الكفاءات، من ناحية الاستفادات، من ناحية كل شيء، ازاي اوظف كل واحد في المكان المظبوط عشان يطلع نتائج المظبوطة في المدى الزمني اللي تم تحديده. دايما
اشتغل على التاسك السمارت، ما تشتغلش على التاسك الهارد. لازم سمارت عشان يبقى عندنا هذا التارجت او الهدف محدد يمكن انجازه، يمكن قياسه، وهو هدف منطقي ويتم في مدى زمني معين. مين يتابع ده؟ المتخصص وليس غير المتخصص. انا النهارده بجيب ناس احيانا في بعض الاماكن هي لا تساوي اكتر من صفر في مكان معين. يجب ان يكون في معدل انتاج عالي. السيارات النهارده دول كتيره جدا يعني سبقتنا بمراحل، ما ان احنا دوله الرياده، احنا وضع اقتصادي او وضع كلوكيشن كمكان على مستوى العالم، احنا سنتر العالم كله. مصر بلد فيها بحر ابيض وفيها بحر احمر وفيها نهر النيل ومناطق لوجستيه ومواني كتيره جدا موجوده في الدوله. احنا بنشوف دول افريقيه ما عندهاش ميناء واحد زي رواندا على سبيل المثال، بنشوف ازاي الدول دي تقدمت. بتشوف دوله زي بنجلاديش ما كانش ليها قيمه ولو ليها وجود على مستوى العالم، بقت الدوله رقم 2 في تصدير الملابس الجاهزه بعد الصين. فازاي مصر دي دوله رياده؟ لازم مصر تاخد مكانتها بس بتوظيف العقول المناسبة للأماكن المناسبة عشان نقدر نطلع بنتائج تبدأ تنافس مع الآخرين. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. والحقيقة انه زي ما البشمهندس جمال قال، لازم نلتزم بالمبادرات، لازم يكون عندنا صناعة لسوق السيارات في مصر هنا بشكل كبير، لازم يكون يعني جشع التجار يخف شوية، لانه انا ما بحبش استخدم اللفظ جشع التجار، ولكن يعني اسعار كبيره جدا 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 زي ما البشمهندس استعرضها قدامنا دلوقتي، اسعار كبيره جدا مقارنه بالمصنع حتى اللي بيصنع العربيه. يعني الراجل التاجر اللي في الشارع اللي بيبيع العربيه بيكسب اكتر من المصنع اللي مصنع اصلا العربيه. فنتمنى يعني انه سوق السيارات الاسعار تهدى فيه شويه، ويعني مش هقول الاسعار ترخص، ولكن يبقى قيمه مقابل سعر. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. احنا بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعه، وبشكر زمايلي خلف الكاميرات، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم غدا من 8 ل 10 صباحا، والى اللقاء. هذا البرنامج برعايه